عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم مشترياتي لشهر رمضان من الخضر. اليوم خرجت وجبت لكم يعني الحوايج اللي يسحقهم برك انا اللي كانوا خاصيني، ويعني وجبتهم لكم بالاسعار. يعني صدقيني الاسعار يعني طالعه حتى خلاص، يعني كي نقولوا حنايا يعني ما يشفقوا فيه على حتى واحد. شوفي هنايا جبت البيطراف كان غير 6000 7000، اليوم يبيعوا فيه 10000. شوفي بالشعاطط تاعها، جبتها انا حساب هكا كيلو ورطل جبته كيما كي تشوفي هاوينا ب15 ميل، كيلو ورطل ب15 ميل. وشوفي عاد دايرينها بالشعاطط تاعها، ماشي لا منقصينهم لا والو، يعني دائما تلقي الزياده هذ القيسيه تاع الشعاطط كيما كي تشوفي هنايا. جبت الزرود هنايا ثاني ساشيه الاخرى كيما كتشوفي داك نحلها. يعني انا كيما جبتهم من المارشي نوري الاخوات بالاسعار، يعني اللي تبغي تشري ولا هاي وينها. هنا الزروديه كيما كتشوفي يبيعوا فيها 8000 اليوم، كان دير سيمي 6000 يبيعوا فيها 8000، يعني مش زايدين فيها بزاف بارابور على البيطراف. كيما كتشوفي جبت كيلو ورطه لهنايا، هنايا كيما كتشوفي كنت كيبيعوا فيها 8000 اليوم. هاي وينها، يعني انا نجيب غير الحوايج اللي نسحقها، يعني خارج اطار ما نسحق ما نجيبش، ما نكذبش عليكم. هاي وينا كيلو ورطه تاع الزروديه بسومه 8000 للكيلو. الساشيه هذه كلشي مغلينا، كلشي مغلينا، يعني ما عندك كاع، يعني القليل الله يكون في عونها برك. الحار يبيعوا فيه 15 ميل كيما كتشوفي هنايا، هذا يبيعوا فيه 15 ميل. ها كيما كتشوفي يعني الحار موش حار، يعني هكا صامت يبيعوا فيه 15 ميل، يعني ولا هو والكورجات وهذوك الحوايج يعني نفس السعر. من يعرفوا بالك الدنيا ديرها في الحريره ولا في الشوربه، يعني زادوا فيه كيما كتشوفي. انا جبت كيما هكا حبات رقاق، على سما نسحق باسكو انا الحريره ما نديرهاش يوميا، ندير نهار بنهار كيما كتشوفي. هنايا جبت الكورجات انا جبت حبات على سما نسحق برك، ثاني يبيعوا فيها 15 ميل للكيلو. انا ما جبتش كيلو، ما جبت حوالي 5 حبات هكا على حسب ما نسحق انايا باش نديرها طاجين محشي، خاطر ولادي هنايا يبوها محشيه بالفيونداشي كيما كتشوفي. جبت هذاني هي الحار على في صاشي وحده، باسكو الحار ولا الكورجيت نفس السعر دير 15 ميل. هنايا جبت صاشي هذه، جبت تشينا كاين اللي يبيع هنا، جبت الخيار هو الاول، جبت انا غير 3 حبات برك كيما كتشوفي. لا الخيار مش مغلينا يبيعوا فيه 7000، جبت ثلاث حبات برك على حسب ما نسحق انايا، باسكو انا ما نديرهاش دائما، غير مره مره هكا للتزيين تاع السلطه نبغي نديرها اضافه. 15 ميل انا جبت غير طل. هنايا تشينا كاين اللي يبيعوا فيها 17 ميل، وكاين تاع 20 ميل. انا ما نكذبش عليكم جبت تاع 17 ميل، باسكو لاحظت الفرق بيناتهم، ماشي ماهوش كاع كانش الفرق، يعني كي تشوفي هاد ولا غير هي التفاع يبيعوا فيها 45000. انا مع الصغير هذا ولدي ما ياكلش التشينا، جبت حبه تاع تفاح راه يدير المحل يعني غير تاع الجزائر راه يدير 45 في الكيلو. انا جبت غير حبه على سب ولدي برك، وحنايا ناكلوا التشينا كيما كتشوفي. التشينا قلت لك راه على سب كل سعر كل وحده وكيفاه، كاين تاع 17 انا جبتها وكاين تاع 20 ميل، بصح ما كانش الفرق بيناتهم كي تشوفيها في المارشي، يعني نفس النوعيه ما تختلفش مع صاير هاي بايت تخرج. جبت انايا 5 حبات كيما كتشوفي تاع 17000، وجبت للطفل الصغير حبه تاع تفاح باسكو يدير 45000، يعني 45000 يعني بزاف محلي ماشي حتى امبورتي كيما كتشوفي. انا نجيب غير الحوايج اللي نسحقهم. الزيتون كيما كتشوفي تاع الطاجين قال لي 45000، انا جبت على 47000 برك. ايوينا مع ما يتكلش بزاف هو في رمضان، يعني غير مره نديروه، ديريها 4 مرات في الشهر برك. انا جبت هذا 45000، وهو راه يدير 45000 كما قلت لك. الثوم انا جبت غير شويه كما كتشوفي فيها 5 حبات ولا 6، هم بينا مازال شويه خضر، انا جبتها باش دوك نحطها في كاس السله ونحطها غير في البالكون يعني يبدا ينشف. ومغليناها كل واحد كيفاش يبيع فيه. انا جبت هذه على حسب 20000 هكا جبتها، يعني فوت بها انايا وخلاص، يعني وين ما كملت لي نقدر نشري سهل الحال.
هيماكا الزيتون لا لك حال هذا تاع السلطه، هذا اللي يجي في الكرطونه ماشي اللي يجي في البيدو فيه الماء كما كتشوفي. هاي وينا جبت انايا 10000، انا يعجبني هذا تاع الكرطونه احسن من البيدو، يجي بنين. دوك نغسله ونديره في بلاره لي كورنيشون قال لي ديروا 60000، جبت انا على 17000 برك. يعني غير هاكا نديروا حبات حبات السلطه وصايي. الزيتون تاع السلطه هذا ميلونج، هذا هذا ثاني جبت 20000 منه. يعني انا هذه الكميه تشد لي رمضان، على ما نكذبش عليكم انايا، هذا الزيتون كاع والكورنيشون كمل به رمضان، باسكو الملح شويه ما نقووش منه، ندير غير حبات هكا في السلطه ولا داك تاع الطاجين. يعني هادو يكملوا لي انا، هذا 20000 يكملوا لي رمضان، نديرهم في ديبورتمون جي ولا بلارات. ومن كيما هذاك لك حنشلل، بصح الاخرين ما نشللهمش. كيما هذا هوينا تاع الزيتون درتها في قرعه تاع سعيده، درتها فيها ودرتيها الماء وبلعتها. اولا ما تديليش لي سباس، ثانيا يبني باش تحافظ لي عليه. والثوم كيما كتشوفي كل واحد كيفاه يبيع فيه، قال بيع فيه 150، قال بيع 120، كاين لي كل واحد كيفاه والله يخلعو. كيما كتشوفي يعني هذه الخضره تاعي برك اللي حوس حقيتها، كيما البطاطا حتى الغدوه يجيبها الزوج، البصل ديجا عندي، السلطه والبطاطا غدوه يجيبهم لي الزوج كيما كتشوفي. يعني وتعرفي انا كيما الخضره ما نغسلهاش، الطوماطيس ديجا عندي وريتهم في القناه، داك النهار من درت الطريقه تاع الاحتفاظ بها ديجا عندي الطوماطيس، يعني ما نحوس نشري. الفلفله ما نشريهاش باسكو جي قاسيه، ما نش ما تجي لا شكشوكه، ما تجي سلطه، ما تجي والو، يعني ما تجي حميز، ما تجي والو، ما باش نشريها ما نكذبش عليكم، خاطش شتاك لي قاسيه. يعني علاش نخسر انا دراهمي ونجي نطيبها وما ياكلوهاليش، تجي صامطه ولا مره ولا مانيش عارفه كي تكون قاسيه. كيما هكا انا هذه هي مشترياتي تاع الخضره، قلت لكم خاصني غير البطاطا، البصل عندي، الطوماطيس عندي، خاصني غير السلطه ولا البطاطا، الزوج غدوا يجيبهم لي. كيما السلطه انا نشري غير طل، والبطاطا نشري 5 كيلو هكا نكمل بها ايامات، يعني وين ما كملت او صايي. اولا ما نقلوش بزاف، ثانيا نديرو غير حبه حبه في حريره حريره، وانا ندير غير حبه صغيره ما نديرش حبه كبيره. كيما كتشوفي الزروديه ها كيما قلت لك انا الخضره ما نغسلهاش، نقلع لها غير الشعطوطه نتاعها هذه ونديرهم في البابي سيلفيغيزي، عندي يعني زوج حبات زوج حبات في البابي سيلفيغيزي. كيما البيطراف ثاني نقلع لها الشعاطيط ونحطها ينشف، كي ينشف ثاني ندير زوج حبات زوج حبات في بابي سيلفيغيزي. السلطه كي نجيبها ثاني نقيها من دوك الفوق ورق الفوقانيين، هذوك الاوراق الفوقانيه يعني، ونديرها في البابي سيلفيغيزي كل وحده وحدها، اذا كان فيها الماء خليها تنشف ومع ديرها بابي سيلفيغيزي، يعني ما تخسر لي ما والو. الخضره عمرك ما تغسليها وديريها في الثلاجه، إن فوا تغسليها وديريها في الثلاجه عرفي بلي تخسر لك، الا الطوماطيس اللي لازم تغسليها وتمسحيها وتنشفيها، مي الحوايج الاخرى صدقيني ما لازمش كاع تشليها ولا ديريها في الماء. كيما القزبر ديجا عندي انا من قبل، معدنوس ما نستعملهاش انا تقريبا كاع، ولا الخضره يعني عرفي كي تمشي انتيا. انا البيطراف مسحق زوج حبات ندير غير زوج حبات، علاه انا قلت لك كي نقلع عليها شعاطيطه ونديرها ينشف ندير غير زوج حبات بابي سيلفيغيزي كيما كتشوفي. ها بهاد الطريقه انا نخدمه، خليه ينشف حتى شويه كلي حسي داك لي مشمخ، وندير زوج حبات زوج حبات بابي سيلفيغيزي ونجبد، يعني كي نسحق نجبد ونطيب. هذا مكان يعني ديريه زوج دقائق في الكيكوطه يعني يطيب لك، انا نديره في الكيكوطه باش نطيبه، يعني غير بين ما قضيتي كان صالحه ولا لقيتي صايطه. بصح باش اني نخدمه ونقي ونديره في لا فينيغريت ونديره في البورتمونجي، انا جربته العام اللي فات صدقيني يخسر، كي تلفتي تلقيه 4 أيام 5 تلقيه صوف. من الاحسن انا كي نسحق نغليه كيما هكا، ديره في الكيكوطه قلت لك زوج دقائق يطيب لي، ما ندير فيه لا ملح لا والو، باسكو كان ديري الملح هو اللي يقسيه ما يطيبلكش بالخف. كيما كتشوفي هنايا يعني انا نوري الاخوات يعني الطريقه اللي يمشوا بها. الخضره عمرك ما تغسليها، حتى السلطه ما تغسليهاش، يعني كل شيء ما تغسليهش وديري بابي سيلفيغيزي وديري في القجر، صدقيني 15 يوم خضرتك ما تقولش يا راسي. يعني نعطوا لمحه الاخوات سختو في رمضان شي قدك راحه جايه راحه جايه، ديري بهذه الطريقه وصاي. هذا مكان كيما كتشوفي يعني المرأة تعرف كي تمشي تعرف كي تتصرف، يعني كي تكوني تعرفي كي تتصرفي صدقيني ولا الدرام تبقى لك، بغا غلاه ولا ما غلاوش عليه. الانسان يشري على حسابه، انت يلا تحطي تشري بالكواله وتحطي في الفريجيدير يا اختي، غير الفريجيدير ياكل
انت علاه ما تروحيش ديري غير على حسابك؟ انا هذا الطاجين هذا الزيتون تاع الطاجين هذه 40 راح تفوت لي رمضان، باسكو انا ما نديرهاش كل يوم ونديرها كميه قليله، يعني نديرها 4 مرات في الشهر يكمل. الثوم كيما كي تشوفيها وينه ثاني جبت على حسابي 6 حبات راح نديرهم في السله، نحطهم في البالكون ينشفوا لي، ومن نسحق نجبد غير بالوحده وصاي. الناس ثاني ما تعرفش ما تبدرش رواحها، ومولا المارشي حيه، مولا المارشي كيشوفك جايه وهزه الفيلي يا زغرتي زغرتي، عفاك بلاك جايبه لها الدراهم. الزيتون انا عندي قلت لك حل هذا، نشله شله بالماء ونديره في كاش بلا ريبورت مرجي، هذا قلت لك درته في قرعه تاع ما سعيده وزدت عليه ما وخليته، مع هذا الكورنيشون والزيتون هذاك ميلونج اللي نديره مباشره يعني في بورت مرجي ونخليهم، يعني ما نشللهمش. كي نسحق نجبد غير اسب شحال كي بديري كاع من حبه في الزيتون في السلطه، دي كي تكثري دير 3 حبات 4 ولا 5 نقولوا كاع، كي اللي باغي شويه ياكل الزيتون تجي في خاطره 4 حبات 5 هيا صاي انت يا درتي الوعده تعرف كي تمشي. هذا هي ماشي تروحي جيبي 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 وانت دائما الديسير كي تجيبي جيبي غير الحاجه اللي تكوني باغي تاكليها، مثلا واحد في العائله ما ياكل جيب الحاجه جيبي له حبه وانتم كلوا الحبه الاخرى وصاي. البانان راه غالي راه يدير 45 في 50 يعني يديروا عليه اضراب نيشان. البانان قلت لك هي ما تصبي تشري بطاطا ما تصبي تشري البانان، انا عندي روحي شري البطاطا احسن، تغليها تقليها ديريها بيوري ديريها في الجواز ديريها في اي حاجه تسحقيها. اختي حاول البانان ب50 ألف علاه يا خويا؟ قلت لها غير شده، مع هذا حبه تشينا من هما التوالى رخيصه 17 ألف، جبت انا وليداتي حبات والصغير جبت له حبه تاع تفاح، يعني وشري غير الحوايج اللي تكوني تسحقيها. انت لا تروحي تشري خضره ما تسحقيهاش، هذاك اللفت وداك البسباس وداك الفول وداك، اختي عندك العمر اللي تاكل انتيا. وفي العشيه درت لوليداتي خبز الباي، يعني انا الصباح صرفت رحت قضيت خضرتي، والعشيه درت لوليداتي خبز الباي بغيت نشاركها مع الاخوات، يعني لبوي يعني يدو نظره ولا يدو يعني فكره على الطريقه اللي نخدم بها انايا، يجي بنين يجي خفيف يعني ومكونات يعني سهله في كل بيت. هنا درت الشربات درت كاس تاع سكر وزوج كيسان تاع ما كيما كتشوفي هنايا، انا ما بغيتش ندير فيه الطونش تاع الليم، كي طابلي 10 دقائق طفيت عليه درت فيه عطر الليمون وخليته. هنايا جبت 3 حبات تاع بيض كانوا عندي صحيه صغير 3 حبات عبرتهم في كاس جاوني نص كاس، يعني مشي على حسب ما يكون عندك بيض ديري في كاس وعبري. هنايا درت 1/4 كاس تاع سكر باسكو راح نشربوها. هنايا عندي جلوف تاع الليم شوفي انا كيبستهم وطحنتهم درتهم غير فوق الشوفاجة كيبسوا لي مليح مليح طحنتهم هاني نعطر بيهم. ها وينا درت نص كاس تاع كاوكاو كيما كتشوفي هنا راه مخلط عندي، كاين لي شويه بجلوفه وكاين لي صافي، يعني غير مكونات عندي في البيت درت انا لولادي باش تقهواو قبل رمضان درتهم. درت يامس ها وانا خلطتها ثاني داك النص الكاس تاع الكاوكاو، عندي نص كاس تاع زبده وزيت، ولا ما عندكش الزبده ديري غير نص كاس زيت وصاي. انا الزبده عليها تعمدت من ذوبهاش باش تعطيني ديك النكهه تاع الزبده في الخبز الباين تاعي. من بعد هنايا درت 1/4 كاس تاع جنجلان مقلي كيما كتشوفي فيه، درت انا غير 1/4 كاس تاع جنجلان. هنايا درت نص الكاس تاع الخبز، الخبز كي تكوني باغي ديري فيه حوايج تاع حلوه كيما هكا لازم تحمصيه في الكوشه، درت نص كاس ودرت لاليفير ما درتش وحده كامله، ومن بعد قلت خلي عليا نديرها كاع خاطر نعرف كي يبقى لي داك شويه ما تعصيش كاع وني ودرو دراري، درت وحده كامله كيما كتشوفي وخلطت الخليط نتاعي كنت حاطه البلان تاعي قدامي دايره في الزيت، يعني دهنتها انا غير بشويه تاع زيت كيما كتشوفي هنايا. هنا البلا هذا غير صغير تاع 23 على 23، فرغت الخليط نتاعي. تقدري ديريهم انديفيديال بصح انا درتهم من الاحسن درتهم، ما بغيتش ندير في هذوك تاع الالومنيوم باسكو قالك هذوك تاع الالومنيوم يعني مضرين بالصحه سورتو كي طيبي فيهم، من الاحسن قالك ما طيبيش فيهم. من بعد كي سويتها كاع جبت شويه حلوه الترك دريتها غير من فوق، انا عندي هنايا دراري بغاو شويه حلوه الترك كانت عندي شويه دريتها غير من الفوق كيما كتشوفي، هذوك الثقابي هذيك هي تاع حلوه الترك تهبط. من بعد اللي حمار لي جبت الشربات تاعي كانت دافيه شويه، ايوا انا شربتها شوفي الكميه كاع شربها،
من بعدها جبت شويه تاع مربى، كان عندي مربى. تقدري ديري لا جولي، تقدري ديري اي حاجه من فوق لا جولي كونفيتير، اي حاجه عندك دهني بها باش يلصق لك هذاك الكوكب ولا المكسرات اللي عندك. انا كان عندي عفوا، انا كان عندي شويه تاع كوكب، ومن بعد جبت هاد لي سيريس كونفي ثاني كانوا عندي، زينت بهم الفوق كما كي تشوفي، يعني تنور النظره للبلان تاعنا، خاطر اللي نعرف بلي العين تاكل قبل الفوق. انا درته يامس والدراري مازال بقى لهم اليوم كليناه، يعني بعد بالقهوه من بعد الفطور يعني كليناه مع الزلابيه برا. راه دير 40 في الشاميه، راه دير 42 في الكيلو، يعني اللي عندها دراري حسن عاونها. ومن بعد خليته كي برد كاع مليح مليح وتشرب لي ها هم وينه، يعني كلاتين طرونش منه، بغيت نوريها الاخوات. شوفي يجي متماسك، يجي بنين، شوفي والله العظيم ها شوفي صدقيني ما يتفتت ما والو غير بهذه الطريقه. يعني ديري لولادك نوعي، على تروحي تشري ديك الشاميه انا اختك انت تشريها من برا يا اختي ب 42 الف علاه، هاو ديري بلا لولادك كيما هكا خبز الباي ولا الشاميه. ونتمنى الاخوات يدعموني بلي جيم ويشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله.